السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ أنا معايا فلوس على فودافون كاش وكده، تمام كده، على الخط بتاعي. فهي السحب الطبيعي بتاعه إن هو باخد على الألف 10 جنيه. فليه واحد صاحبي معرفة يعني عنده محل وكده، بسيب عنده الخط وهو بيسحب لي وكده، وبياخد على 1005، ما باخدش مني 10. ما في مشكلة. هل ده كده يعتبر كارد جرى؟ لا لا لا، هذه أجرة، هذه أجرة أجرة يعني، حتى لأن أنا باخد الفلوس بعدها بيوم يعني. بس هذه أجرة يا حبيبي، هو ما بيأخرش عشان الفلوس، هو تلقائيا دي أجرة. تمام، شكرا، الله يسلمك عبد الرحمن.